ينضم إلينا الآن من بيروت الكاتب والباحث السياسي داود رمال، وأيضا ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي إيهاب عباس. أهلا بكما. دعني أبدأ معك سيد إيهاب بردود الفعل وتداعيات وماذا يحدث اليوم في واشنطن على خلفية هذا التصعيد بين حركة حماس وإسرائيل. هل فعلا اليوم واشنطن تعيد حساباتها، وما هي هذه الحسابات تحديدا، وإلى مدى فعليا اليوم باتت واشنطن طرف ولاعب وليس فقط طرف داعم لإسرائيل؟ سيدي إيهاب هل تسمعني؟ طيب يبدو بأن هناك مشكلة. هل تسمعني سيدي إيهاب؟ لا نسمعك. نعم، أهلا بحضرتك وبالضيف الكريم وبكل المشاهدين. الأوضاع في واشنطن اليوم في الواقع تبدو طبعا غير واضحة المعالم بالنسبة للإدارة الديمقراطية، بمعنى أن إدارة جو بايدن اليوم بالرغم من الدعم الشديد الذي تقدمه لإسرائيل في هذه اللحظات في حربها على قطاع غزة، إلا أنها في نفس التوقيت لا تحظى هي نفسها بهذا الدعم الكبير داخليا على المستوى الداخلي، سواء من أعضاء الحزب الجمهوري غير المؤثرين، بمعنى ليسوا قيادات في الحزب الجمهوري ولكن هم قاعدة كبيرة في الحزب، وليس من كل الأمريكيين أيضا الذين يتابعون وأصبحوا يهتمون بالشأن الخارجي ليس فقط بالشأن الداخلي، لأنه بات يؤثر عليهم منذ أحداث كورونا وما تبعها من حرب روسية أوكرانية وصولا إلى الحرب الإسرائيلية الفلسطينية اليوم. لذلك هي كانت تعتقد أن الجبهة الداخلية ستقدم الدعم اللانهائي واللامحدود كما هي تقدمه لإسرائيل، ولكن هذه ليست هي الحالة في الواقع، وشهدنا قبل ذلك يعني بعض الاستقالات لشخصيات مهمة في الإدارة الأمريكية من وزارة الخارجية الأمريكية كالسيد جورج بول مسؤول السياسة العسكرية العامة للكونغرس الأمريكي، وهو أحد الأشخاص المسؤولين عن تقديم الدعم العسكري لإسرائيل والذي استقال بسبب هذا الدعم المفرط كما قال. إذن بهذا الأمر وأمور أخرى كثيرة اليوم داخليا أصبحت الإدارة الأمريكية في فوهة أو أمام فوهة المدفع الانتخابي القادم، ولكن هناك سؤال كبير أيضا، يعني إذا ما لم تأتي الإدارة الديمقراطية من جديد لحكم الولايات المتحدة الأمريكية ستكون هناك إدارة جمهورية، وهذه الإدارة الجمهورية ستكون أكثر يعني بكثير من الإدارة الديمقراطية في تقديم الدعم لإسرائيل، وهذا ما نشاهده أو ما أشاهده شخصيا وملحوظا جدا من خلال متابعتي لوسائل الإعلام الأمريكية المحسوبة على اليمين واليمين المتطرف داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بأنهم يعتقدون أنه يعني بالرغم من كل ما نشاهده من هذا الدعم يعتقدون أن جو بايدن قصر في دعم إسرائيل عسكريا ودبلوماسيا وأنه يجب أن يرحل، لأن الإدارة الجمهورية هي التي تعلم كيف يمكن أن يتم دعم إسرائيل وكيف من الممكن أن تشارك في الحرب نفسها. يعني هناك وضع غير واضح بالفعل، يعني لكن اسمح لي سيدي، الموضوع لا يتعلق فقط هنا بإسرائيل، الموضوع بات أبعد من ذلك، ولذلك سألت إن كانت اليوم فعلا يعني الولايات المتحدة باتت طرف فعلي لاعب فعلي على الأرض. الموضوع يعني خرج إلى موضوع إيران هنا سيدي إيهاب، لأنه خاصة بعد رسالة الرئيس جو بايدن لمجلس النواب بأن واشنطن مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على الهجمات التي تنفذها جماعات مرتبطة بإيران في سوريا والعراق، بالتالي باتت المصالح الأمريكية أيضا اليوم مستهدفة. طبعا أتفق مع حضرتك تماما، يعني أمريكا منذ اليوم الأول هي لاعب أساسي في هذه الحرب، يعني الزيارات المتتالية لأكبر ثلاث قيادات في الإدارة الأمريكية رئيس ووزير خارجية ووزير دفاع إلى إسرائيل وإبداء كامل الدعم المطلق ولا خطوط حمراء، وبلينكين عندما يأتي إلى إسرائيل أول كلمة تنطق بها يقول أنا يهودي وجئت له هنا بهذه الصفة، وبايدن خلال الانتخابات يعني الحملة الانتخابية هو قال أنا صهيوني أكثر من الصهيونيين، فلذلك هناك تسابق وتسارع في مسألة تقديم الدعم المطلق لإسرائيل. لكن هذا الأمر وإن كان في البداية يعني مقبولا لدى البعض إلا أنه أصبح مفرطا بشكل يعني يثير الاشمئزاز السياسي والدبلوماسي، يعني إلى متى هذا الدعم المطلق؟ وهناك من عبر عن هذا
بصريح العبارة، وقال يعني كنا ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفي بعض الانتقام الذي يرجع لها كرامتها، لكن ليس بهذه الصورة المفرطة في الانتقام من المدنيين بهذا الشكل الكبير جدا، وما زالت الصواريخ تطلق من قطاع غزة بالرغم من كل هذه الضربات الموجعة والمؤلمة. سيد داود أهلا بك معنا. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال بأن إسرائيل تخطط الخطوط الحمر مما يجبر الجميع على اتخاذ إجراءات. عن أي خطوط حمر اليوم يتحدث؟ ما نوع الإجراءات التي يتحدث عنها التي من الممكن أن تتخذ، خاصة بأن إسرائيل تقول بأن هذه الحرب ستكون صعبة وطويلة؟ هل هناك جهات أخرى مستعدة لأن تكون هذه الحرب فعلا طويلة؟ لا أحد، صباح الخير أولا إليك وللضيف الكريم. لا أحد يريد توسعة الحرب الدائرة في غزة وتحويلها إلى حرب إقليمية. وأيضا الموضوع الإيراني للأسف أستطيع القول أنه منذ زيارة عبد اللهيان إلى بيروت وجولته في المنطقة ارتكب سلسلة أخطاء على الصعيد الدبلوماسي وأدار المعركة إذا صح التعبير إدارة سيئة، وبالتالي حرق كل الأوراق التي يمكن أن تستخدم في اللعبة الدبلوماسية منذ البداية عندما بدأ بالتهديد وتحدث عن أيام ومن ثم عن ساعات، وآخر الأمر قال لقد انتهت المهلة. انتهت المهلة بتعبير عبد اللهيان منذ أسبوع، فلماذا لم تتدخل إيران؟ باعتقادي أن الإدارة الإيرانية، الحكم الإيراني متفق من حيث نعلم أو لا نعلم مع الولايات المتحدة على خطوط حمراء، وهذه الخطوط الحمراء قد تكون يعني تم تثبيتها من خلال ما علمنا أن هناك ثلاث اجتماعات حصلت في سلطنة عمان برعاية عمانية بين موفدين إيرانيين وأمريكيين. تركزت هذه الاجتماعات الثلاثة على تحديد هذه الخطوط الحمراء، خصوصا بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها حزب الله على الجبهة الجنوبية والتي لم يكن يحسب لها حساب، والتي تبين لاحقا أن سبب هذه الخسائر ليس المجهود الحربي لإسرائيل، إنما الدخول الأمريكي المباشر من خلال البوارج الحربية الموجودة في البحر والأقمار الصناعية، بحيث كان يتم رصد أي مجموعة لحزب الله تطلق صواريخ على مواقع إسرائيلية، فتتدخل الطائرات المسيرة من دون طيار بعد ثوان أو بعد دقائق قليلة لتضرب هذه المجموعة. ولذلك أيضا وجدنا أن الرد كان في على القواعد العسكرية في سوريا والعراق، ولكن هذا الرد كما تعلمين ويعلم المشاهد العربي كان ردا محدودا، يعني أيضا مضبوطا ضمن خطوط محددة. باعتقادي أن الإيراني لا يريد الذهاب إلى حرب مفتوحة، كما تماما في لبنان حزب الله لا يريد الذهاب إلى توسعة الحرب، خصوصا أن رأي العام اللبناني الواسع وخاصة في بيئته وجمهوره غير قابل بأن تتوسع هذه الحرب، لأن كل المعطيات المتوفرة والرسائل التي وصلت إلى لبنان وخاصة الرسالة التي قد تكون الأخيرة التي ستنقلها باربرا ليف مطلع الأسبوع القادم إلى بيروت الاثنين أو الثلاثاء تؤشر إلى أن أي توسعة للحرب وأي دخول حاسم لحزب الله في المعركة الدائرة سيكبد لبنان خسائر فادحة جدا، وسيكون ممنوعا على الأشقاء العرب كما حصل في العام 2006 أن يمدوا يد المساعدة للبنان لإعادة إعماره، وبالتالي سيكون لبنان حقيقة متروك لمصيره ولوحده يتخبط في نتائج هكذا حرب. الإيراني يلعب لعبته، الإيراني يقطف بالسياسي، وهذا حق أي دولة تفتش عن مصالحها. المطلوب أن يتشكل موقف عربي موحد ينظر إلى المصلحة العربية، وباعتقادي أن هذه المصلحة العربية تكمن فيما صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي مؤخرا من الدعوة خلال 6 أشهر إلى مؤتمر للسلام. لابد زميلتي العزيزة من إعادة إحياء مسار مدريد، خصوصا على هذا الركام العربي تحديدا دول الطوق،
سوريا مدمرة، لبنان منهك اقتصاديا وماليا ومدمر، مصر تعاني، نتنياهو مثل ما بنقول بالعربي الدارج أكل كفا لن يصحو منه نهائيا، حماس تدفع أثمان باهظة الآن، الكل أصبح في حالة من الدمار، ما يمكن إدارة الأمريكية الحالية إلى إعادة مسار مدريد والمجيء بكل هذه الأطراف إلى الطاولة لتفرض تسوية في الشرق الأوسط. أما إنهاء ما يحصل الآن في غزة على طريقة تبويس اللحى، باعتقادي الأمر سيتكرر، إن لم يكن في غزة قد يكون على الجبهة اللبنانية لاحقا، وهذه ليست من مصلحة أحد على الإطلاق. سيدي هاب، رسالة أمريكية واضحة تحديدا هنا للبنان لحزب الله بعدم التدخل، عدم توسيع الرقعة، لا يستدعي اليوم أيضا خطوات من الجانب الأمريكي للضغط على إسرائيل بأي شكل من الأشكال لعدم التصعيد، ليس فقط ضمن إطار الرسائل ولكن كخطوات على الأرض، سواء كان على صعيد الأسرى، على صعيد المساعدات، على صعيد الهدنة وما إلى ذلك، رغم بأن واشنطن تقول بأنه لا خطوط حمر بالنسبة لإسرائيل؟ صحيح، وهذا يعني يدل على التخبط في وجهة النظر الأمريكية من هذه الحرب، يعني تبعث رسائل مختلفة بنسب تصل إلى 180 درجة، لا يفهم معها أن أمريكا تريد وقف الحرب، ولكن يفهم معها أن الإدارة الأمريكية في الوقت الذي تقدم فيه كامل الدعم الواضح والصريح والمطلق لإسرائيل تحاول في نفس التوقيت بالتصريحات الأخرى من مسألة الرهائن، يعني تقوم إسرائيل بضرب المدنيين وتراعي القانون الدولي، يفهم منها أنها بصريح العبارة يعني تقوم بتصريحات لذر الرماد في العيون وللاستهلاك الإعلامي الدولي فقط، لتظهر أن لها وجها يعني محمودا، وأنها تريد من إسرائيل أن تكون رحيمة وترأف بحال الفلسطينيين في قطاع غزة، ولكن ليست هذه الحقيقة. الحقيقة أن أمريكا تستطيع أن تؤثر بشكل كبير جدا على القرار العسكري الإسرائيلي، لكن الرغبة الأمريكية في أن تنتقم إسرائيل وأن تترك لها المجال لهذا الانتقام على مصراعيه لأطول فترة ممكنة هي الحقيقة الوحيدة الظاهرة حتى اللحظة. ولكن اسمح لي سيد هاب على المقاطعة، اعذرني فقط لتكمل الفكرة، ولكن نحن يعني على بعد عام عن الانتخابات الأمريكية، بالإضافة للملف الأوكراني، الآن هذه الأزمة وهذا التصعيد في غزة، إلى أي مدى يمكن الإدارة الحالية جو بايدن، يعني هذه الإدارة أن تلعب دور؟ ودعني هنا أعكس يعني التساؤل أيضا، ماذا يمكن أن يقدم جو بايدن في هذا الملف للناخبين تحديدا؟ عارف حضرتك المشكلة أنه اليوم كما يعني قلت في إجابتي على السؤال الأول، أوضح بشكل أكثر أن اليوم المواطن الأمريكي الذي لا يريد هذه الحرب في قطاع غزة وسيذهب لصناديق الاقتراع لتغيير الأمر مثلا، ليس أمامه مرة أخرى سوى انتخاب الديمقراطيين، لأنهم أقل وطأة وحدة في التعامل في هذا الملف من الجمهوريين. يعني لو اليوم كان الرئيس جو بايدن، لنفترض هو كان الرئيس دونالد ترامب، كان هو اليوم الموجود في حكم الولايات المتحدة الأمريكية، لكانت عمل بشكل مختلف تماما. أولا كان من الممكن أن يقوم بضرب إيران مباشرة ويقوم هو بالتصعيد مباشرة ولا ينتظر أي تصعيد من أي جهة أخرى، وكان سيقوم ضرب الأذرع بالوكالة مباشرة ولن ينتظر، وكان سيقدم دعما عسكريا أقوى بكثير مما قدمته إدارة جو بايدن، وكان سيلقى تلحيبا واسعا من جمهور عريض من الولايات المتحدة. فلذلك المواطن الأمريكي الذي لا يرغب في رؤية استمرارية لهذه الحرب هو الحقيقة بين يعني مطرقة جو بايدن أو دونالد ترامب أو الجمهوريين وسندان الديمقراطيين، كلاهما يتسارع في مسألة تقديم الدعم الإسرائيلي. وأنا أعتقد أنه بالعكس، أن إدارة جو بايدن اليوم تقدم هذا الدعم اللامتناهي لإسرائيل لوجهة نظرها أنها ستكسب الانتخابات بهذا الدعم، يعني ستقول للناخب الأمريكي ها نحن يعني هببنا لنجدة إسرائيل وتقديم الدعم الكامل العسكري لها، فانتخبونا، أعيدوا انتخابنا من جديد على حساب الملف الأوكراني. نعم صحيح صحيح. وطبعا في نهاية المطاف كل هذا يصب في مصلحة
يعني المبدأ الذي أصبح لا مبدأ وهو ازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة، تتعامل بنفس في نفس القضية بالنسبة يعني تكاد تكون متطابقة بنسبة 80%، تتعامل بمعيارين مزدوجين. سيد داود، دعني أتطرق معك ونحن نتحدث الآن، نتابع صور مباشرة من قطاع غزة ونسمع صوت الطيران الحرب الإسرائيلي ونسمع صوت إطلاق المدفعية والرصاص، ودخان ما زال يتصاعد مع استمرار القصف الإسرائيلي. سيد داود، دعني أتطرق معك إلى ملف إطلاق سراح الأسرى والسجناء. هل ترى بأن النبرة اليوم باتت تتغير، المواقف أيضا كيف تقرأها؟ حركة حماس اليوم تقول بأنها جاهزة فورا لإبرام صفقة تبادل مع إسرائيل مقابل الإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين. حتى الجانب الإسرائيلي اليوم وعلى لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال بأن مجلس الحرب بحث مقترح الإفراج عن السجناء الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الأسرى. كيف تقرأ هذه التصريحات، هذه المواقف؟ وهل يمكن فعلا أن نشهد أيضا هنا تدخل لوساطات أكبر وأكثر حتى يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة؟ يعني محسوم زميلتي العزيزة أن قرار وقف الحرب على غزة هو بيد الإدارة الأمريكية. أوافق الزميل من واشنطن موافقة تامة. وأيضا هناك حاجة لإنزال نتنياهو عن شجرة عناده وعن شجرة خوفه، لأنه يعرف مع نهاية الحرب لن يبقى على رأس الحكومة وسيكون مصيره السجن. بطبيعة الحال بالعلم السياسي في الحروب التي تحصل كما يحصل الآن في غزة، الدخول في الملف الإنساني هو يكون مقدمة للدخول، لا بل يسرع الدخول في الملف السياسي. إذا حصل هناك تطور على صعيد الملف الإنساني التي له علاقة بتبادل الأسرى وضمن ضمانات يعني ترعاها الدول المعنية، معروف أن السقف السياسي والذي يفاوض عن حماس في هذا المجال تركيا وقطر، وبالتالي من يفاوض عن نتنياهو عن الحكومة الإسرائيلية هي الولايات المتحدة. إذا تمكنت هذه الدول الثلاث من الوصول إلى صياغة معينة لها علاقة بإطلاق سريع للأسرى ويعني جلاء مصير المفقودين، نكون بذلك نمهد لبدء المسار السياسي الذي له علاقة بإمكانية انعقاد مجلس الأمن وصدور قرار بوقف إطلاق النار أو وقف الأعمال العدائية. هذا الأمر يعني مرهون بقرار خارجي وليس بقرار داخلي. المؤشر الإيجابي في هذا الإطار هو الموقف الأمريكي الجديد، وقد يكون زميلي العزيز قد اطلع على بعض تفاصيله، وهو ليست النصيحة، الطلب من حكومة الحرب الإسرائيلية الاستعاضة عن التوغل الباري بتحديد مواقع حساسة ومهمة جدا لحماس واستهدافها بالقصف الجوي وتدميرها كتعويض عن التوغل الباري. إذا اقتنعت الحكومة الإسرائيلية التي تحتاج أيضا إلى مخرج في الذهاب إلى هذا الخيار، نكون قد اقتربنا كثيرا من حسم مسألة المدى الزمني لهذه الحرب، ونكون أيضا قد دخلنا فعليا في الترتيبات الآيلة إلى تبادل الأسرى. هنا يبقى نقطة قد تعجل في عملية التبادل أو قد تبطئها. هل ستصر حماس على مكسب سياسي تستخدمه في الداخل الفلسطيني وتحديدا في مواجهة السلطة الفلسطينية بأن تقول أن التبادل تريده أن يشمل كل السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أم أن الأمر سيكون مقصورا فقط على تبادل السجناء خلال الحرب الدائرة حاليا؟ هذا الأمر يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى علاج من الدول الراعي لحماس ومن الولايات المتحدة الراعي للحكومة الإسرائيلية حاليا، والتي يعود لهم إمكانية تحديد مسار هذه المفاوضات إن كانت ستكون سريعة أو ستطول، وإذا طالت يعني مزيد من سفك الدماء. طيب سيد داود، أنت يعني طرحت سيناريو إذا إسرائيل لن تمضي قدما وبإعلان رسمي عن عملية برية، ولكن تحدث في نفس الإطار أيضا بأن أي تطور على الصعيد الملف الإنساني سيكون هناك أيضا تطور على الصعيد السياسي.
لكن ماذا عن على صعيد المسار العسكري؟ لأنه يبدو حتى اللحظة من التصريحات الصادرة من الجانب الإسرائيلي أخره على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قال بأن أهداف حرب غزة تتطلب عملية برية، بالتالي كيف يمكن أن تتغير هنا معطيات هذه المعادلة؟ هناك أزمة في الداخل الإسرائيلي وتحديدا على مستوى حكومة الحرب التي تشكلت. هذه الأزمة تقول أنه ليس لدينا من أولا سيناريو واضح، وليس لدينا من مشهدية واضحة لما ستؤول إليه الأمور إذا حصلت عملية التوغل البري. هل سنكون أمام مشهدية مماثلة أو مضاعفة لما حصل في 7 تشرين الحالي، أم أن الأمور ستكون أسهل أو ميسرة أكثر؟ باعتقادي أن الأداء الإسرائيلي على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي يرفع السقف إلى أبعد الحدود، وكأنه يقول للإدارة الأمريكية تدخلي لكي تقولي لنا أن لا تفعلي ذلك. يعني هذه اللعبة صارت معروفة. بالأمس صدر تهديد بموضوع الاجتياح البري بالأمس ليلا، بعد لحظات قليلة صدر بيان عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يدعو فيها الحكومة الإسرائيلية إلى صرف النظر عن العملية البرية. هذه اللعبة صارت واضحة. لا أعتقد أن هناك قدرة إسرائيلية على عملية التوغل البري، لسبب وجيه أن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير قادرة على تحمل خسائر إضافية أو يعني لها بعد استراتيجي يكفي أن يسقط المزيد من الجنود الإسرائيليين قتلى في هكذا عملية لكي يحصل التحول الكبير في الداخل الإسرائيلي. وهذا التحول قائم حاليا، إنما التعتيم الإعلامي الذي يمارس من السلطة الإسرائيلية وتحديدا المستوى العسكري الإسرائيلي هو الذي يمنع يعني وضوح الرؤية في الداخل الإسرائيلي. باعتقادي رفع السقف الإسرائيلي سيستمر، والأمريكي سيبقى يقول له يعني بالإحجام عن التدخل البري، لابد من عمل ما. قد يكون هذا العمل ما إعطاء نصر معنوي لإسرائيل بتحقيق اغتيال ما أو بضرب موقع حساس معين، يعني تحقيق إنجاز معين ولو بالبعد يعني يظهر إعلاميا على أنه إنجاز كبير لكي ندخل في المسار الإنساني والسياسي. سيدي إيهاب، دعنا نتطرق معك إلى ردود الفعل الدولية السياسية تحديدا. كيف تتابع حتى اللحظة أصداء موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار العربي بشأن ضرورة فرض هدنة إنسانية في قطاع غزة؟ وأين وضعت هذه المواقف تحديدا إسرائيل والولايات المتحدة، خاصة بأن كانت هناك حفيظة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة على هذا مشروع القرار هذا؟ إلى مدى يمكن أن يشكل أيضا عامل ضغط ليس فقط على إسرائيل وحتى على الولايات المتحدة؟ نعم، بكل تأكيد هو يشكل عامل ضغط ولكن بشكل ناعم. وهذا القرار الذي صدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة يعبر عن الضمير الإنساني الحقيقي في هذه الحرب، وهذا في الواقع هو ديدن الجمعية العامة للأمم المتحدة. يعني في أحلك الأوقات التي يفشل فيها مجلس الأمن اتخاذ قرارات حاسمة أو يتخذ قرارات في الاتجاه الذي تريده الدول الخمسة دائمة العضوية، تأتي الجمعية العامة عندما ينتقل إليها مشروع أي قرار بنفس الصيغة من مجلس الأمن إليها، لتأتي دائما القرارات في الجمعية العامة بشكل مغاير تماما للقرار الذي اتخذ في مجلس الأمن. ولذلك شهدنا السيد جلعاد أردن مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة وقد ثارت ثائرته ووصف الجمعية العامة للأمم المتحدة أو الأمم المتحدة ككل بأنها أصبح ليس لديها ذرة مصداقية كما قال، وأنها لا ترى الصورة الكاملة وأصبحت غير ذي نفع إلى آخره من هذه الأوساط. إذن هذا القرار يؤكد على الضمير الإنساني الحقيقي ويضع الولايات المتحدة أمام مسؤولياتها، لكن لا يوجد أو لا توجد آذان صاغية داخل الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل
مع هذه الحقيقة. ودائما هناك سؤال كبير في كل هذه الحروب الإسرائيلية العربية أو الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة، تسأله كل دول العالم المحبة للسلام، ويسأله كل السياسيون والعسكريون حتى المحبون للسلام، لأن الغرض من الحرب ليس الحرب في حد ذاتها، لكن ما تبدو عليه دائما واشنطن وإسرائيل هو أن الغرض من الحرب هو الحرب في حد ذاتها. السؤال دائما هو لماذا كل هذا الدعم لإسرائيل؟ يعني ما الذي تقدمه إسرائيل للولايات المتحدة كي تقدم لها هذا الدعم المفرط ولا تدعمها حتى في أن تعيش عيشة طبيعية وحياة هانئة إجاز التعبير في الأوساط الشرق أوسطية والعربية؟ يعني لماذا لا تقوم أمريكا بهذه القوة الجبارة السياسية والعسكرية والنفوذ الضخم لها على إسرائيل وعلى الشرق الأوسط وعلى دول العالم بحل هذه القضية حلا حاسما لا رجعة فيه؟ ما هو السر؟ ما الذي تقدمه إسرائيل للولايات المتحدة يجعلها تثور ثائرتها دائما في الاتجاه الداعم فقط لإسرائيل؟ أليس دعما لإسرائيل أن يعيش المواطن الإسرائيلي في سلام؟ يعني لماذا لا يفكر السياسة الأمريكيون في ذلك؟ يعني اليوم تقارير تشير إلى أن هناك كثر من الإسرائيليين داخل إسرائيل أصبحوا يفكرون في ترك البلاد والعودة إلى الأماكن التي هاجروا منها أو البحث عن ملاذات آمنة في مختلف دول العالم. أليس هذا فشلا للإدارة الأمريكية في إدارة هذا الصراع أيضا؟ يعني طرحت أسئلة كثيرة سيد إيهاب، لا أدري سيد داود هل لديك ما تضيف؟ يعني سيد إيهاب طرح أسئلة كثيرة في هذا الإطار، لماذا هذا الدعم الكبير فعليا من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل؟ وبالإضافة يعني أنا أستكمل ما قاله السيد إيهاب، أن الإدارة الأمريكية الحالية لم تحقق ولو إنجازا وحيدا على مستوى السياسة الخارجية، لا بل أضافت إلى الأجندة الأمريكية المزيد من الأزمات، يكفي الحرب الأوكرانية. بالتالي هناك حاجة لإدارة بايدن قبل، يعني طالما دخلنا في سنة الانتخابات، أن يعني تحقق ولو إنجاز وحيد خارجي. هذا الباب المفتوح لها هو باب وحيد، الباب هو إعادة إحياء مسار مدريد ووفق قواعد الأرض مقابل السلام. هل تنجح إدارة بايدن في جمع كل الفرقاء في منطقة الشرق الأوسط إلى الطاولة مجددا لحل جميع الخلافات التي لا زالت قائمة؟ إذا تمكنت من ذلك يكون هذا إنجازا تاريخيا. أيضا نقطة إضافية زميلتي أريد أن أؤكد عليها، وأيضا على الإعلام العربي أن يؤكد عليها دائما، لأنه يعني من تابع المشهدية خلال الحرب غزة المستمرة لحد الآن نجد أن هناك دول محورية على مستوى المنطقة هي اللاعب الأساسي، إيران، تركيا وإسرائيل. حذاري أن يبقى هذا التشتت العربي. أنا مع الاستجابة السريعة لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد كوبمي عربي على أن تكون ببندين أساسيين. البند الأول موقف موحد بوجوب إسراع مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، والبند الثاني إما التأكيد على مبادرة بيروت العربية للسلام والذهاب بموقف عربي موحد إلى أي مسار سلام جديد قد يفتح، أو تحديد موقف عربي جديد من مسألة التسوية مع إسرائيل في المرحلة المقبلة. لابد من موقف عربي إجماعي موحد يعني يظهر العرب في أي خطوة مقبلة على صعيد المنطقة. إذا جلسوا إلى الطاولة يكونون على موقف موحد، لأن هناك دول إقليمية تريد أن تأخذ أن يعني تسيطر على الدور العربي، أن تلغي هذا الدور العربي، وهذا ليس لمصلحتنا. قلت منذ البداية في ظل حرب غزة إيران تقطف بالسياسي، تركيا تقطف بالسياسي، لابد للعرب ولو في فترة في معركة وحيدة مثل المعركة التي تخاض الآن أيضا أن يكون لهم إيجابيات وأن يتداعوا سريعا لاتخاذ موقف موحد له علاقة من فلسطين. شكرا. وله علاقة من مستقبل التسوية إذا تمت الدعوة إلى مؤتمر سلام جديد. شكرا لك سيد داود رمال الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بيروت، والشكر موصول أيضا لضيفنا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي إيهاب عباس.